شداد 2.0 حتى انت تكون جديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في شداد 2.0. اليوم واحد الحلقه اللي فخمه. نقول لكمش مرحبا بكم شداد 2.0، نقول لكم هلا والله بكم شداد 2.0. اليوم معنا واحد الوليد اللي واعر، زعما خدم على راسو بزاف ديال البلانات اللي كيتعلقوا بالتجاره الالكترونيه، دوز بزاف ديال لي زيكسبيريونس هنايا في المغرب. يا بري ليكسبيريونس، اخر اكسبيريونس كانت عنده هي في الخليج، ماشي غير في الاي كوميرس، حتى في السيرفيس. اليوم معنا كريم ايتس. مرحبا السي كريم ايتس جداد 2.0. الله يحفظك اخويا احمد، وشكرا بزاف باللي عطيتينا كاع اكثر من داكشي اللي نستاهلو واخيرا. الله يحفظك اخويا، تستاهل كل خير اخويا كريم. الله يحفظك، الله يحفظك، وشكرا بزاف على الاستضافه. تبارك الله عليك على الخدمه اللي كدير، مزيان هادشي كيموتيفي بزاف ديال الدراري، سواء اللي ديجا خدام ولا اللي جديد يلا كيتعرف على هذا الطومين، هذا انه يتموتيفا ويبدا ان شاء الله في هاد المسيره ديال سواء التجاره الالكترونيه ولا اي حاجه اخرى اونلاين. كاين تبارك الله كاين بزاف ما يدار، وان شاء الله ندويو بزاف ديال اليوم اخويا. اخويا كريم، نورمالمون في شداد 2.0 هاد العام هذا شنو عندي؟ شداد 2.0 وبلا فيلتر. يعني شوف، غادي ندويو بكل صراحه، بكل صراحه، بكل شفافيه وبلا فيلتر. شوف بلا فيلتر اللي كاين راه غادي نقولوه. هادشي اللي صورنا مشى ولا غيبقى؟ لا راه كاين، راه كاين، حنا مازالين لايف اخي كريم، هادشي مازال كاين. شوف بلا فيلتر، ما عندنا الفيلتر اخويا، ما عندنا ما نديرو بها اخي. اكزاكتوم اخويا كريم، اول حاجه غادي نبغي نعرف البدايه ديالك في المغرب، تعاود لي زعما ترجعني شويه بك اللور، عاد نبقاو غادي مرحله بمرحله مرحله بمرحله تن نوصلوا فين واصل دابا نتايا. شكون هو كريم ايتس وكيفاش بدا؟ مرحبا مرحبا. اول حاجه سميتي كريم ايتس الطالب، ماشي ايتس، ديك ايتس غير واحد الاختصار. سميتي كريم ايتس الطالب، من قلعه مكونه بالضبط، واحد البلاصه سميتها تاكوني، واحد الدوار صغير. بديت المسيره ديالي في الويب اون جينيرال في ما بين 2009 و 2010. اوكي. ديك الوقيته فهمتيني يلاه كنت تعرف على الدومين وهذا. 2009 و 2010. 2009 و 2010 وي. اوكي. يلاه كنت تعرف على الدومين. كنبقى دو دي سيت ويب فهمتيني، كتدخل كتقاد دي سيت ويب، لي سيرفيس اللي تيقاد دو دي سيت ويب. مازال ما مازال ما كم... مازال ما فاهمينش حنا هادشي ديال الهوست. كيفاش دير هوست، كيفاش دير دومين نيم فهمتيني، ها كنخربقو. كتقاد سيت كتكتب فيه ديك اللعيبه ديال كريم ايت الطالب يرحب بكم، كتبقى فرحان، كتجي كتقول انت درت واحد الانجاز، وتصيفط للناس اللي تيقراو معاك فهمتيني، يدخلوا يشوفوا هذا، كيدخلوا يتشكيو داك الشيء شي حاجه اللي في كان انجاز واعر فهمتيني. في ديك الوقيته واو، داك الشيء راه كتحس الادرينالين كيطلع. صافي مع الوقت بديت كندخل لي سيت ويب، كتبدا تشوف اشهارات، كيبان لك ديك الاعلان ديال جوجل. تما بديت كيجيني واحد السؤال، كنقول شنو هو هادشي، شنو هما هاد الاعلانات؟ غالبا كاين شي بلان في هادشي فهمتيني، ما كنتش عارف انه كاين شي ارباع تعرف جوجل ادسنس. صافي بديت تما فين بدينا كنقلبوا شويه، كتلقى شويه ديال المقالات على جوجل ادسنس، على الربح من الانترنت. ساعات الصراحه لونجلي ديالي ديك الساعات كانت عيانه، ما كانش عندي لا اونجلي لا والو، كنت تعلمها بالعربيه في المنتديات العربيه، كتلقى مواضيع، ولكن اكثريه المواضيع كتلقاهم ما كيدويوش على شي حاجه اللي غادي تستافد منها وتطبقها وتربح فهمتيني. اكثريه كتلقى مواضيع اللي هي فهمتيني، ديال كليكي هنايا وغتربح داك الشيء. ما داك الشيء كان ما كانش المعلومه بزاف كاينه، كان يلاه ستار تايمز يمكن كانوا فيه معلومات قلال، وداك الشيء المهم المعلومه كانت على برا في لي فوروم ديال على برا رواسه وداك الشيء، تما كانوا سابقيننا بزاف. وخاصك تعلم لونجلي فهمتيني، خاصك تعلم لونجلي. شنو درتي انت تعلمتها؟ انا ديك الساعات خديت واحد القرار انني نتعلم لونجلي. اوكي. والفضل كيرجع لواحد السيد زعما ما عرفتش انيا الا قلت سميتو ولا لا، ما كاينش مشكل. كان ديك الساعات كنت كنتفرج بزاف في لي لايف ديال امين رغيب. وواحد المره سولت في ذاك اللايف، ديك الساعات كانوا الناس اللي كيتفرجوا قلال فهمتيني، داك الشيء كيدير لايف نيت في المدونه نيت. كان كيديرها في المدونه نيت. واحد السيرفيس سميتو بيوزر شي حاجه في لا فين كان كيدير ذاك اللايف، كيدير البرودكاست. اوكي. سولت واحد المره كما قلت لك كانوا الناس قلال، الو فاش كتسول كيجاوبك. قلت لي خويا امين عافاك، بغيت نتعلم لونجلي شنو ندير؟
ويجاوبني قال لي كاين ديك الساعات قال لي راه كاين واحد لابليكاسيون نسى سميتها وجا واحد الصاد قال لي في لابليكاسيون يا في الشاط سميت لابليكاسيون سميتها المهم واحد لابليكاسيون سميتها روزيتا ستون قال لك هاد روزيتا ستون راه مزيان انا خويا مخروبي ديك الساعات في البلاد في قلعه مكونه في داك الدوار كما قلت لك تاونيت ساعات كونيكسيون داكشي فهمتيني كونيكسيون فريمون على قد الحال ثقيله هذيك لابليكاسيون باش نتي لاشارجيها خدات لي واحد 10 ايام حيت كل وين كان ديك الساعات هو داك وين راه فهمتيني كل ضغوطه لا كانت مفرقه انا كنت تيلاشارجي من ستار تايمز داكشي مفرق فهمتيني كل وحده فيها 100 ميجا باش تجمعها 10 ايام باش جمعتها 10 ايام باش كل نهار 100 ميجا كل نهار 100 ميجا حيت الكونيكسيون ميته كنخلي بيس كنخليها مطلقه في الليل فهمتيني كنمشي الناس الصباح كنقعد تيلاشارجات موديم والموديم ماشي ديالي ديال واحد الاستاذ حتى هو كنشكرو بزاف فهمتيني هو اللي عطيني الموديم ديالو باش نشوف المقاتله باش نشوف بنادم من الاول وما كانش عندك فيزيون انك راك غتربح وكذا كنتي غير لا ديك الشيء غير مقاتل كتيستي وهادشي جديد اللعيبات ديك الساعات اخويا راه كتريح انا كنريح ديال البيسي ديك الساعات غير باش طلع ليا لاباج ديال جوجل في ديك المنطقه طلع ليا جوجل تنحس براسي واو درت انجاز غير طلع ليا جوجل هاد الكونيكسيون ثقيله لواحد الدرجه ما تقدرش تخايل فهمتيني المهم تيلي شارجيت هذاك ديك روزيتا ستون جمعتها وداكشي وبديت كنتعلم لونجلي الحمد لله في ديك الوقيته جو بونس كنت في الكاتريام واقيلا في الكاتريام في هاد الوقيته باش كنت كنتعلم لونجلي كنت كنجيب والو من بعد طلعت للسانكيام بديت كنجيب جو بونس سانكيام جبت الثاني في لونجلي السيزيام والباك جيت الاول في لونجلي في ديك المؤسسه ديالنا وراه تقدر فهمتيني اللي بغى يتاكد راه يقدر يمشي للمؤسسه الطريق المنيوزيه اللي يسول جبت فيها الاول ديك الساعات في لونجلي سواء في الوطني ولا في زعما في ديك النتائج الاخرين المهم صافي فاش تعلمت لونجلي نفعتك لونجلي فاش نفعتني كنت كندخل المنتديات ديال فهمتيني فيهم المراكنه المهم اي واحد كيدوي بلونجلي كيدخل داك فتحتي على بلاصه واحده اخرى فيها المعلومه اكثر دوك لي فوروم كتلقى مثلا شي واحد كيدير لك جورني كيفاش مثلا بدا كيدخل $100 في النهار كيفاش دار هادي كيفاش بدا كيدخل $2000 في الشهر كيفاش فهمتيني بديت كنقرا تما واخا في الاول ما كنتش كنفهم ولكن كنقرا كنقول ما غنسلمش غنقرا شي نهار غنبدا نفهم صافي مع بديت كنقرا تما حتى هذيك الطريقه عاونتني باش نتعلم لونجلي اكثر تما بديت كنعرف بزاف ديال الطرق من بين الطرق اللي تعرفت عليهم هما جوجل ادسنس دونك انت بديتي بالادسنس وي بديت في الاول بجوجل ادسنس بالضبط كنا كنقاد واحد لي سيت كيسميهم بروكسي لا بروكسي خدمت حتى المدونه ولكن المدونه ما فيها حتى شي ربح فهمتيني داك الشيء كان كيصحاب لينا نربحوا شي حاجه ولكن ما كاين حتى شي ربح ولكن البلان ديال البروكسي هو اللي كان فيه شويه ديال الصرف صراحه ولكن من بعد كنسد ليا داك الكونت ادسنس المهم لي بروكسي هما تنقاد واحد لي سيت هذوك لي سيت كاين مثلا شي دول كتلقى عندهم مثلا يوتيوب ممنوع ولا فيسبوك ممنوع هو تيخصو يدخل داك البروكسي باش كيقدر يحل فيسبوك ولا يوتيوب وانت كتحط لي الاشارات ديال ادسنس خدمت في داك البروكسي تقريبا شي عام هادشي 2012 خدمت في داك دخلتي شي شويه ديال الفلوس ديك الساعه دخلت شي $80 في عام كامل ولكن راه كانت شي حاجه بالنسبه لك ديك الساعه $80 ولكن فاش جيت بغيت نجدها تسد لي الكونت ديال ادسنس حيت ادسنس خاص توصل شي كدا $70 باش يخلصو فشلتي عاوتاني انا بقيت داك عام كامل حتى الاخر جمعت ديك $80 باش نشدها فرحان كنتسنى خلاص كانوا هما تيخلصوا نهار 21 ما عرفتش باقي داك البلان ولا لا كنت نهار 21 تيطلع لك الكود مي نهار 21 انا لقيت الكونت قالوا لي هلا والله يور اكونت هاز بن ديزيبلد فهمتي هلا والله يا مرحبا بك داكور ولكن زعما ما سلمتش من موراها موراها صافي عرفت هذيك البلان ديال البروكسي راه فيه الريسك بزاف ان لي كونت غيتسدوا دزنا ديك الوقيته كانت واحد البيريود كانوا لي باج ديال فيسبوك لايكس لا كطلع لهم لايكس كتقاد باج وكتطلعها وكدير ديزارتيكل في السيت ديالك وتتربح انا شنو درت انا ما طلعتش باج انا كريت باج كريتها كيفاش كريتها كان واحد الليبي كتعرفت عليه واحد الليبي عنده دي باج فيسبوك كبار دخلت ادمين قلت له كرياتور كونتينو ايديتور زعما قلت له دويت مع داك الليبي قلت له ودي راه باغي نكري عندك باج
المشكل اللي طريت هو كان كيكريهم ولا انت اقترحت عليه الفكره ديال الكرا؟ صراحه ما عرفتش. مهم ما عرفتش انا. انا عرفته عنده دي باج كبار. دويت معاه شنو هو الترافيك اللي كان فيهم؟ كان هادشي ديال الموتيفيشن. اوكي هذيك الباج بالضبط اللي كريت انا كان فيها هادشي ديال الموتيفيشن، ولكن حنا كنحاولوا نخدموا على واحد الكونتنت اللي كيحاول ياتيري بنادم. فهمتيني؟ وي الوغ دويت مع داك السيد قلت ليه تكري لي باج، تفاهمنا انا وياه على 2000 درهم اللي هي تقريبا شي 200 دولار ولا قل ديك الوقيته. الاشكال اللي غنلقى فاش بغيت نخلط انا دابا ما كاين ما عندي لا باي بال لا والو ديك الساعه. فهمتي؟ ما عندي لا باي بال لا والو. فاش نخلص السيد من ليبيا انا في المغرب مشيت هزيت اول حاجه بعد ديك الساعه راه ما كانش عندي فلوس. كنت واحد الاخ ديالي اللي فهمتيني راه باش قنعته يعطيني ديك 2000 درهم. عرفتي راه الحماق تقاتلت على هذيك 2000 حيت حيت حنا ديك المنطقه اللي حنا فيها وداك الشيء راه ما يمكنش تقول شي واحد غتربح شي حاجه من الويب. مستحيل بغيتيق. مستحيل يتيق داك الشيء. فهمتيني؟ حيت ديك الوقيته اصلا ما عنده لا فيسبوك لا والو، ما عارفش اصاحبي ديك ديك البلاصه ديك المنطقه ديالنا. فهمتيني؟ لا اله الا الله، الناس ما عارفينش. الاخ ديالي دونك انت بوحدك اللي كنتي كدير هادشي في ديك المنطقه عندك؟ انا ما متاكدش انني انا اللي كندير بوحدي، ولكن كنظن الله اعلم كنظن انني كنت انا الوحيد اللي في ديك المنطقه زعما اللي كنت كيدير هادشي. اوكي ندوز. عرفت الدراري الاخرين كاينين الدراري الاخرين تبارك الله كيخدموا حتى هما تما. داكو الاكثريه تيكونوا في فرنسا ولا فهمتيني، ما كيكونوش زعما في المغرب. من بعد انت ما خدمتي في هاد ادسنس ودستي من هاد المرحلة هادي ديال انك هاد البداية اللي كيبدا منها كلشي كيبدا. ما كملتش لك بين واحد النقطة. اما هي ديال فاش ستات فاش مشيت بغيت نصيفط ليه الفلوس. كنمشي خديت الفلوس ديال 2000 درهم. خويا عطاهم لك ولا عطاني؟ فهمتي؟ راه عرفتي حيدها من اللحم ودم وطالي. مشيت انا للبنكة. اش كان كيدير خويا ديك الساعة؟ كنت هو خدام تيدير الكوميرس. فهمتي؟ تيشد السلعة عند شركة وتيعاود فيها تبيع وتشري. يعني كانت صعيبة انه يعطيك ديك 2000 درهم. صعيبة راه 2000 درهم 2000 درهم في ديك الوقيتة راه فهمتيني صعيبة صراحة الله عليك. فريمون زعما كنشكرو بزاف على هاد فهمتي حيت تاق فيا وهذا. قلت لك خديت عنده 2000 درهم مشيت للبنكة باش نصيفط الفلوس. قال لي راه ما يمكنش تصيفط الفلوس على برا المغرب. ما كاينش حيت باش تصيفط الفلوس على برات المغرب في ديك الوقيته نسى ما كاينش ديك الشيء. كانت ديك الساعات كيعطيوك شي 1000 دولار جو بونس في العام، وكانت شي بنكه وحده في المغرب هي اللي عندها ديك الحق ان تصيفط الفلوس برات المغرب. ما عرفتش واش عاقل انت على هذه القضيه ولا لا. سير شكون هي البنكه؟ كانت ديك الساعات هي سي جي ام بي الشركه العامه. كانت عندهم واحد سميتها ماي اي كارت واقيلا ولا هذيك هي الوحيده اللي كاينه. داك الشيء الاخر حتى واحد ما كيدير هذا البلان هذا. انا مشيت كنقلب على الصولد وداك الشيء صافي. تدبرت على كيفاش نصيفط ليه باي بال وهذا وخلصته وكريت عندو ديك الباج ورجعت اكثر من داك الشيء. فاش رجعت عند الاخ ديالي زعما بغيت نرد ليه الفلوس ما بغاش ياخذهم. قال لي زعما صافي خذ الفلوس كامله ما دام قدرتي ترجعهم وداك الشيء صافي طحن. جيني والحمد لله زعما داس الوقت ورضينا داك الشيء بالاضعاف المضاعفه زعما الاخ ديالي سخر الله الحمد لله. من بعد ما دزتي هاد المرحله هادي ديال انك كريتي باج وعلى درتي حتى تي فيها دي بوست باش تصيفطي ترافيك ياك. يعني شنو كنتي كدير؟ وي وي ياك تحط بوست شي بوست وتدير ليه مينياتور زعما اللي كتاثيري. ديك الساعات كان فيسبوك ديك الساعات ماشي كان ريتش. يعني مثلا اذا كان باج فيها مثلا مليون يقدروا يشوفها مثلا 200000 واحد 300000 واحد يشوف بوست اللي حطيتي انت كامل. دوك الناس كاملين اللي يقدروا يشوف. ديك الساعات كان الريتش طالع في فيسبوك بزاف. فهمتيني؟ من بعد جا واحد الميساجور اورغانيك ترافيك. كان واحد السورس ديال اورغانيك ترافيك يعني تقدر دير منه شي ارقام خياليه. بحال طلق الادز. بحال طلق اكثر كاع اكثر 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 من طلق الادز. تجمع الترافيك في واحد البلاصه وجمع واحد الناس في واحد البلاصه وكتبدا تعطيهم في لي زوفر. وي وانت ما كتخسر حتى حاجه من جيبك. ديك الساعات كنا كنخدمها بلوك سبوت يعني كنخلص حتى لوس ما كنخلص. دونك درت هاد ليكسبيريونس هادي جمعتي فيها شويه ديال الفلوس؟ وي اوكي جمعت شويه ديال الفلوس. من بعد شنو درت ديك الساعات؟ من بعد كانت واحد الوقيته جات هاد الموجه ديال لي زابليكاسيون موبيل ريسكين. داكشي ديال ريسكين. اوكي كنت بديتو حتى هو.
دخل فيه صراحه شويه ديال الفلوس ولكن انا كان فيا واحد القضيه ديما انني ديما باغي ندير شي حاجه كبيره فهمتيني بغيتي تصنع شي حاجه اللي فيك ندير شي بلان فهمتيني ندير وكيقنعني داك الشيء فهمتيني 6000 دولار 10000 دولار في الشهر داك الشيء ما الو درت الموبايل ابليكيشنز مشيت للاربيتراج تاعو وخدمته كيفاش 6000 دولار قلت لك زعما كل بلان ديال دخل 6000 10000 دولار في الشهر ما فهمتيني كنحس بها تنحس براسي مليميتي فهمتيني خاصني ندير شي حاجه شي حاجه كبيره كنت باغي ندير شي حاجه يعني ندير شي ندير شي حاجه شي حاجه عندها علاقه بك شي بيزنس كبير شي بيزنس كبير فهمتيني شي سيرفيس شي حاجه سيرفيس شي حاجه الناس خدامه كداك شي كبير فهمتيني ما كانش ندير شي حاجه عندها علاقه بحال فيسبوك دير شي حاجه كبيره بغيتي وي بحال هكا ياك بحال هكا اوكي كنت كتقلب على شي سوليسيون اللي واعره كنت كنقلب كنفكر كندير فهمتيني كنجمع فلوس هاد الفلوس كامل اللي كندخل من الويب اكثر هي عمري انفيستي شي فلوس باش نسافر زعما نستمتع شفتي كدير ولا نشري شي طوموبيل ولا شي حاجه اكثر هي الفلوس كنعاود انفيستيها في الويب فهمتيني كيبان لك شي بلان كيبان لك شي بلان كتزعم تدخل ولا اكثر هي ديال الاوقات كنخسرها راه هادي نقطه مهمه كنرجع للزيرو اخوان هادي راه نقطه مهمه راه كاين بزاف ديال الناس كيعطيهم الويب كيدخلوا كيفوتوا ديك المرحله ديال انه يدبر على الفلوس كيدبر على الفلوس وكي انفيستي في الويب وكيجيب الفلوس ولكن اش كيوقع ليه ما كيمانجيش دوك الفلوس اللي كيجيو كيرجع كيطبهم كاملين وكيرجع النقطة ديال الزيرو عاوتاني وتبدا يقلب على تيقول لك الدومين راه ما عطانيش لا راه المانجمنت كيفاش مانجيتي ديك العاقه باش انك تكبر خلاها قبيله في كريم قبيله في لي كوليس باش انك ما تبقاش سردينه تولي قرش خصك تدور الفلوس الشهوات من بعد شرا كنطيحو فيه كامل وطيح فيه انايا وطحت وعاود وكريم حتى هو طاح وعاود طاح وكاع الناس شو كيبان لك في هاد البلان انا كيبان ليا انه مثلا الواحد فاش يدخل الفلوس من الويب خاصك تعاود انفيستي واخا تخسر شتي الا خسرتي مثلا الا درتي مثلا شي بيزنس وخسرتي كتعلم ولكن الا مشيتي زيدي دوك الفلوس ومشيتي ضربتي فهمتيني باغي تستمتع طوموبيل فهمتيني كتبغي تستعرض دوك العضلات ديالك ما غتستافد والو من ديك ليكسبيريونس غالبا غتاثر عليك انك تهبط للزيرو وغيكون صعيب شويه تطلع لانك كتولف واحد لي ستوندار موالف انت مثلا كتخسر واحد 1000 درهم في النهار الوغ انت فاش غترجع للزيرو ما عندكش تيولي كتخاف تعاني تعاني نفسيا كتولي كتخاف تمشي لديك البلاصه فين ساكن انت غيشوفوك الناس كنتي هكا فهمتيني غتبقى تفكر كيمرضك ديك التفكير كتولي كتقول هذا راه طاحوا فيه بزاف ديال الناس وكتولي كتقول بلي انايا هذا الليفل هذا تولي متشبت بداك الليفل واخا انت ما عندكش باش تبقى في داك لو نيفو كتولي كتفرع غير راسك وكتولي اي درهم دخلتي تبغي تشحطو في البلاصه دونك اتونسيون طاحوا في هذا البلان الاخوان الفلوس راه غتدخلوا من الويب هادشي ولات حاجه عاديه ما بقاتش ديك العباده راه ما غاديش تدخل غادي تدخل كريم كمل لي ما عرفتش فين خلينا فيك نتايا ومنين عطاك خوك فلوس داكشي من بعد جمعتي دوك الفلوس خبيتيهم وكتانفيستيهم غير في الخدمه ديالك وي كانت دزت واحد الوقيته ديال الموبايل ابليكيشنز كما قلت لك شي دريسكين وهذا دخلت منه شويه من بعد كانت بدات كتبان شويه الهضره على دروب شيبين اوكي يعني بدات كتبان ديك بنان تيدوي على دروب شيبين كتشوف لي سكرين شوتس ديال الدراري كدا خصني حتى انا نتلاح نشوف شنو هو الدروب شيب انا ديك الفلوس اللي كنت جمعت من الريسكين شنو درت كان ديك الساعات واحد السيد كنعرفو كان عندي واحد الجروب كبير هو امريكاني تيدير كندير واحد الفورماسيون ديال دروب شيبين اوكي وكيوريك زعما كيفاش تهز داك ستور ماشي يدخل والو حتى ولا كيدخل شي 12 فروم زيرو شي 12 كا مثلا وصلها حتى ل 12 كا في النهار اوكي وهذاك الصاد كان ديك الوقيته بروبوزا قال لهم واحد البلان قال لهم هاد ستور راه بغيت نبيعو الا كان شي واحد بغى يشري مشيت دويت معاه انايا وشريت عنده هذاك الستور وكان هذاك غلط كبير درتو سبانديتي فيه شحال كنت شريت داك الستور واقيلا بشي ما عرفتش شي 4000 ولا 5000 دولار ما عقلتش على الثمن بالضبط شريت عنده هذاك الستور قلتي هذا راه واعر صافي كنقول لك قلتي هذا راه ستور مرانكي ديجا مطلعو ناضي غادي نطلق غادي غندخل فوا
قلت هذه هي الضربه ديال الصح، هذه هي المليون دولار صافي. هو ماشي صراحه ضربني، انا صراحه بعض المرات كنقول هذاك كان غلط ديالي، حيت انا ما عرفتش الماناجي ديك البيزنس ديال الدروب شيبين فاش عطاها ليا. ومن جهه اخرى عاوتاني كنقول ما كانش عندك اكسبيريونس ديال لان داكشي ما كانش اصلا خدام، ماشي ما كانش عندي، كانت عندي اكسبيريونس بعد درت ستور في دروب شيبين جبت السيلز وهذا الشيء كنعاود لك انا دوزتي عاد شريتي، راه داكشي باقي كان جديد، داكشي الدومين ديال دروب شيبين في المغرب راه كان حتى شي واحد كيدوي عليه فهمتيني، كان داكشي قليل يلاه بدا تيبان الضو. ومنين شريتي وما صدقلكش داكشي شنو درتي؟ فاش شريتي ماشي نقول لك شنو طرا، حيت ماشي المشكل في ديك 4000 ولا 5000 دولار باش كنت شريت، المشكل في الفلوس اللي سبانديت. حيت فاش طلقت الكومبينز اللي كان هو طارق بدا داكشي كيصرات الات كيطحان كدا، كنت كنسباندي مع شي 500 دولار في النهار ولا مع 400 ديك الوقيته، الو خسرت بزاف ديال الفلوس في الات. دونك 5000 على شي 5000 اخرى هي 10000 دولار بالكار كدا. المهم تقريبا الفلوس اللي كنت زعما عوال باش نخدم بهم في هذاك البلان كليتيهم طحنتهم بلا حتى شي بروفيت، بالعكس خسرت بزاف ديال الفلوس. ولكن كانت اكسبيريونس مزيانه، كانت اكسبيريونس مزيانه. شنو علمتك؟ ما تبقاش تسرع. علمتني البلان ديال ما نبقاش نتسرع، وفهمتيني وندرس شي حاجه. شكون باغي يشري شي بيزنس ولا باغي يدخل على شي بيزنس بحال هكا ارتاح، درسو مزيان غترتاح، جاو عندنا خاصك ترتاح، ورقه والستيلو، ورقه والستيلو، وتعرف حسابك مزيان وتفهم كيفاش غتماناجي داك الشيء، وتعرف بانه داك الشيء ماشي انت اللي مطلعو، يعني واحد غيعطيه لك طلعو طريقته وهذا، ما غاتمشي انت فيه، غادي تبقى تمشي فيه انت، ما غتماناجيش بنفس الطريقه فهمتي، ماشي انت هو داك السيد. الوغ انا هذيك الفكره ديال تمشي تشري ستور سيرتو ماشي براند، ماشي حيت هذاك كان غير جينيرال دروب شيبين. دروب شيبين هذيك الفكره زعما هذيك داك الاكشن اللي درتيه غلط، هي اكثر حاجه استفدت. اوكي من بعد تخليتي على دروب شيبين فين دزتي؟ من بعد صافي دروب شيبين طلع ليا في راسي فاش طرا لي ديك البلان. شنو درت؟ ما دخلتيش في شي اكتئاب سبندي؟ ها تخربقتيش؟ صراحه الاكتئاب دخلت فيه بزاف ديال الفترات في حياتك في هذه المسيره ديال كامل المسيره ضروري داك الشيء. كاين مرات اللي كيكون شهرين ثلاث شهور وانت ناس فهمتيني ما باغي تحل البيسي، ما باغي كتوقع لك هذه القضيه حتى شي خدمه وقعت لي شحال من مره. وكيفاش كتخرج منها البرن اوت؟ المهم كتجمع لك كتخدم بزاف واحد الوقيته كتحس براسي بغيت غير نخسر دوك الفلوس اللي عندي فهمتيني. كنشوف داك الكونت اللي عندي بغيت نطحنو، ما بغيتش يبقى فيه والو، باش يلا فهمتيني باش نرجع نعاود نخدم. علاش؟ حيت كتحس براسك سيف، كتحس براسك دخلتي فواحد الكونفورت زون، دخلتي تحس براسك سيف، كتبقى تجمع الفلوس كتقول لا وانا نقدر نعيش بهذا الشيء. تقدر تعيش ما خاصك والو، سيرتو مثلا الا مشيت انا لديك البلاد فين كاين فهمتيني، ما كاينش اصلا فين تخسر الفلوس يعني فهمتي، غتعيش باخر بيس لو تحس بواحد الكونفورت زون وتتبلوكا فيها. وشنو هو الحل ديال هذا الكونفورت ديال هذا البيرن اوت هذا، وهذا انك صافي كتدخل في واحد الحاله ديال انك ما باغيش تخدم، كتفيق في الصباح كتولي كدور غير كدور. انت راه عارف بلي هذا البيزنس هذا غيجيب لك القده والقد ديال العاقه، هذا البيزنس هذا غيجيب لك القده، ولكن باش دير داك البا وتبقى خدام وتفوكس ما كتقدرش. علاش؟ راه هذه القضيه بالضبط هي اللي بغيت نقول لك نعلق عليها، هي انه بعض المرات كاينين اللي كيصحاب لي انا الكونفورت زون ولا القضيه ديال البرن اوت، هي انه واحد ما تيدخلش الفلوس. لا راه كاين اللي غتلقى تيدخل فلوس صحيحه ولكن داخل في الكونفورت زون والبرن اوت، وفي اي لحظه يقدر يوقف داك الشيء اللي كيدير، سيرتو اللي ما كانش عنده شي ايكيب ناضيه شي ماناجر ناضي فهمتيني، يقدر يوقف ليه داك الشيء في اي وقيته. الوغ انا كنظن ان الحل هو الواحد ما يبقاش يضغط على راسه بزاف في الخدمه، يعني يبقى يخدم واحد المده يعني بنادم يخدم ويطلق واحد شويه يمشي يتسارى يجيب واحد الانرجي جديده يمشي، ولكن ماشي يطلق عاوتاني يسرح ماشي تخسر ماشي يمشي يخسر ويسرح وداك الشيء. سيرتو فاش يلا انا دابا كندوي مع الناس اللي بادين، هما الناس اللي ماشي بعد واصل وداك الشيء، راه الله يسهل عليه راه فاهم، ولكن هذا الشيء اللي تنهضروا عليه راه طيح فيه حتى الناس اللي واصلين بطبيعه الحال، حتى الناس هذا الشيء هذا راه ما تيطيحش فيه غير اللي بادي، تيطيح فيه حتى اللي بنادم اللي مدخل ارقام كبيره
بطبيعه الحال فهمتي تيتلف على الفلوس كاينه كلشي كاينه لي بيزنس خدامين هو غيدير بارتناري هنايا هو يدير هادي هو يدير كيكثر على راسو تيطيح في لامارد دونك كمل ليا والواحد خاصو ديما يكون مسطر اهداف كبار درتي شي هدف خاصك تفوت وتشوف هدف اخرين فهمتيني الواحد ما يستسلمش اهم حاجه هو والاهداف حيت فاش ما تيكونش عندك هدف قدام عينيك صافي تدخل في كونفور زون وحاجه اخرى هي اللي قلت لك هي الواحد يبقى ياخذ شويه ديال شويه ديال الراحه يعني ما انا بعض المرات كتجيني واحد الموتيفاسيون خياليه كنبغي فهمتيني كنبغي ندير مليار حاجه دقه واحده وفاش كتبدا دير داك الشيء كتكثر على راسك كتجي واحد الوقيته كديموتيفا وكترجع للور وتدخل في كونفور زون دابا والانسان خاصو يمشي ستيب باي ستيب واخا دابا المشكل كتوصل لواحد المرحله على ما اظن ما عرفتش كلشي كيطيح في هذا الشيء هذا ولا لا ما عرفتش تيوليو تيبانوا لك تيوليو تيبانوا لك بزاف ديال البنات غونطابل بزاف ديال البنات غيدخلوا لك العاقه انا وكريم غير قبيله قبل ما نبداو وديسكوتينا بزاف ديال البنات يقدروا يدخلوا العاقه ايزي ولكن باش تونجاجو تدخل ليهم وانت او ميم طون كدير حوايج وحدين اخرين غادي تصدق ملاشي هادشي هادو ملاشي داكشي الاخر غتولي واقف ما داير حتى شي لعبه غضرب كلشي بزاف دونك تيخص تبدا الحاجه توصلها الماكس ديالها بالنسبه لي انا تي كنهضر على راسي توصلها ستابيليزي نقولوا ستابيليزيوها يا بري نقزو لحاجه واحده اخرى دوز لحاجه اخرى اما داك قوه انا شنو قلت لك في القصه ديالي قلت لك راه بديت ما خليت حتى شي حاجه ما درتهاش في الويب ما خليت حتى شي حاجه ما درتهاش من الادسنس لي زابليكاسيون واحد الفتره دوزت هذه اليوتيوب نسيت كاع ما قلتهاش لك كنت كدير فيديوهات هذه الوقيته دوزنا واحد اليوتيوب هذيك اليوتيوب كانت كان كان كانت واحد الاوبورتونيتي ولكن ما عرفتش كيفاش نستغل هذيك الوقيته اليوتيوب 2014-2013 كنا كنهزو دي فيديو ديال سواء الرسوم المتحركه هادشي ديال الكارتون وكذا كنحطهم هذا هو النيت اللي كنت خدام فيه انا بالضبط كنت كنهزو كونتنت ديال الناس اخرين وكنعاودهم كتعاودو خاطر البلان ما مزيانش ولكن حنا ديك الوقيته ما عرفتش كنتو باغي ندخلو العاقه باغي ندخلو الفلوس ولكن الله يسمح لينا ندوك الناس زعما حيت هذيك القضيه ما كنتو كتريسيكليو داك لا كنا كنهزو كنا كناخدو ار دي بي ار دي بي فيه كونيكسيون 1 جيجا بار سيكوند طياره فهمتيني كنهز 1000 فيديو ديال في شين كنحطها في شين اخرى كنا كنوصلوا شي كنقول لك 2013-2014 كنوصلوا انا بعدا في ديك الوقيته كنوصل 300-400 دولار ديك الساعات كان عندنا لي كونت ديال الاورو 300-400 اورو في النهار وكانوا دراري صحابي اللي كانوا كيوصلوا حتى ل 1000 وصل بين ما سدوا لك بين ما تضربتي بشي سترايك لا ديك الساعات ما كانتش شدان كان سدان كاين ضرب ديك الساعات واحد من الدراري صحابي كان هو اول واحد في اول مغربي كيحط لي فيديو ديال دوزيم دوزيم في يوتيوب كان كيريكورديهم كان كيريكورديهم كيطلق اللايف ديال التلفازه كيدير هو ريكورد كيحطو اول مغربي كيحط داكشي وديك الساعات في اليوتيوب راه ما كاين لا بودكاست لا والو كان خاوي اليوتيوب ديال المغرب كان خاوي وهاد اليوتيوب كان سميتو يوتيوب بارتنر باش ديرو خاصك للدوله وكذا باش ياكسبتيو حيت ما كانش نطلقوا المغاربه كانت هذه واحد الوقيته اللي زوينه دازت ولكن ديك الساعات ما استغليتيهاش كتشوف الفلوس كتدخل ما عندك لا ايكيب لا والو كيسحب لك كيجيك راسك وصلتي صافي تدخل 300-400 اورو في النهار كتقول صافي وصلت كتجيك في الشهر مثلا واحد على حساب كل مره شحال كتجي كتقول صافي راه وصلت ما ادري هما ديك الساعات زعما كنت نفكر زعما ندير ايكيب وهذا كنت غندير شي ارقام خياليه في اليوتيوب بالنسبه للتجاره الالكترونيه فاش دخلتي لها الايكوميرس زعما بار من غير دروب شيبين كنت درت بديت سعودي في المغرب تقريبا في الاواخر ديال 2016-2017 ما بين 2016-2017 كانت اول مره نبدا الايكوميرس هنايا في المغرب كاش اون ديليفري كيفاش بديت كنت قريت في واحد الجروب حط فيه واحد السيد قال لك تقدر تخدم افيليت ديال السعودي في المغرب مع جوميا ديك الساعة
قلت بلاتي نجرب شرح لينا الطريقه كيفاش كتهز واحد الافيليت كان لين تمشي تتسوق للبروبي وهذا وي مشيت انا قلت بسم الله راه نبدا هذا الشيء درت واحد $5 واحد الفيديو واحد المشطه ديال الشعر ويجوني واحد الغرق ديال لي كوموند مشيت حطيت داك الشيء في جوميا هكذا بان لي داك الشيء راه كيتليفرا الناس كتعيط ليا من التليفون بغيت الكوموند ديالي وهذا اخر هذيك الكوميسيون ديال جيميا لقيتها مره تعطيني شي $2 ولا $3 على كوموند ليفر يعني انا تنجيب لهم الكوموند وكلشي كيعطيني شي $2 $3 ديك الساعات انا عرفت باللي الاي كوميرس في المغرب كاين ترافيك الحماق عرفتي بلي كاين عباد الله باغيين يشريو حيت قبل ما كنت عارف كنقول ما يمكنش بنادم يجري شكون اللي غيفهم تيخ هذا الشيء هذا الكوميرس حيت هذيك الساعات المغرب كانت غير جوميا لكن داك الشيء قليل قلت اجي انا نشوف مثلا هذا البرودوي ندبر عليه ونبيعه انا ونليفري انا ياك داكور انا التحدي ديك الوقيته كان هو فين غنلقى هذا البرودوي هذا تجي ماشي بحال دابا تدخل اليوتيوب تيقول لك يقول لك سير ضرب عمر ديك الساعه اليوتيوب ما فيه حتى شي ضرب عمر لا والو انت كاين في واحد البلاصه واحد المنطقه اللي بعيده كانت ديك الفتره يلاه توفى واحد الاخ ديالي الله يرحمه هذا اللي عاونك انت؟ لا واحد اخر هذا عاونني ولكن الاخر زعما اكثر الله يرحمه تعاون نفسه عليه كانت ديك الفتره دازت واحد الشهر وقفت ديك الساعه وقفت كاع الخدمه اللي كنت كندير وهذا هي فاش بديت فاش كانت كتجدني ديك الفكره ديال السي او دي في المغرب بسبب ديك البوست اللي قريت قلت لك فاش جيت اول تحدي كان عندي هو منين غندبر على هذا المشطه كان واحد السيد معروف في الويب المغربي لا ما نذكر سميتو صيفط لي في انستغرام صيفط لي تصويرة هاد البرودوي حيت كنعرفو هو تيدوي خدام في هادشي كيدوي عارفو هو عارف صيفط لي تصويرة ديال البرودوي وصيفط لي ميساج قلت ليه الله يجازيك بخير فين نقدر نلقى هاد البرودوي هذا راه قلت ليه راه تيستيتو وجاب لي ريزولتس مزيانين وهذا راه بغيت ناخدو ونعاود نبيعو دخل ليا فيو ما جاوبنيش مشيت بديت كنقلب كثار دخلت لهاد دابا دخل لك في بزاف ديال الناس كيخليو اليوم الناس في ديك الساعه واش تقمعتي وجلستي وما درتي والو ولا مشيتي قلبتي ضد في ديك في لا مشيت قلبت ماشي في ضد في ولكن انا ديك الساعه خاصني نقلب خاصني انت عارف شنو باغي انا شوف انا فاش ما تندخلش فلوس الناس ما غيدينيش ما نرتاحش خاصني نبدا ندخل الصرف نقول لك هذاك العاقل خاصني ضروري ندخل الفلوس نشوف الخدمه غدا نشوف فهمتيني هذا هو الهدف ديالي اوكي مشيت بديت كنقلب كيفاش غندير كيفاش غندير حتى تحت واحد الدري سميتو حمزه غابي وكنشكرو من هذا المنبر الدري هذا هو اللي كان قال لي زعما منين تقدر تاخذ لي برودوي وهذا قال لي كاع الا بغيتي نتلاقى معاك عيط ليه جيت لكازا مشيت معاه عرفتي راه دخلت لذاك المحل ديال الجمله لي برودوي وهذا حسيت براسي بحال داخل الجنه قلت صافي هنا غندير لا فورتشين العاقل هنا غندير لاباس جاتني $1 مليون والله القسم الا جاني واحد الاحساس داك الادرينالين تشتت في الجسم ديالي فهمتيني واش كيدير داك الاحساس كيدير واحد الاحساس خيالي فهمتيني حيت قلت لقيت داكشي اللي بغيت الجنه لي برودوي اللي بغيت داكشي كاع حيت كنت كنشوف فيديوهات ديال دروب شيبين وهذا ولكن ما عارفش انا فين كيتباع هادشي في المغرب ضرب عمر وراني فورنيسور صافي هذاك النهار هزيت باقي لي شي 6 ولا 10 المشطه البرودوي في شكل كله ديتو معايا ديتي هذاك البرودوي نيت ديتو معايا التمام هذيك الساعات هذيك الوقيته كنت انا ساكنه في براك ديك الوقيته فاش كيما قلت لك زعما ساكن في براك حيت هذيك قبل ديك البيريود كانت الفلوس اللي كتجيني كنترتخها في شي بيزنس ما كيصدقش ليها ولا شي شركه ولا شي حاجه ما كيصدقش ليكش في الاخر ما كيمشيو ليا الفلوس كيبقى عندي غير باش ديباني وانا في ديك الوقيته جيت كانت في واحد البراكه ديال واحد السيد من العائله ريحت فيها كان ديبلاصا لكازا باش نجيب لي برودوي دونك ريحتي انت في براكه في تما براكه قصدي راه العباد لا طوبا صرفت الزيت داكشي المهم عشتي في داكشي عشت اوكي عشت في داكشي وكضرب ساندويتش ديال 4 دراهم وخادي الغرام فهمتي اوكي المهم مشيت لكازا جبت معايا السلعه جبتها للبراكه ديالي كاين في بونجا فين كنعس هنايا كاين واحد اللعيبه برا هكا حط فيها السلعه
مشيت الامانه قديت لي كونت ديالي المتاعين باش نبدا ليبري الساعه قديت كونت بانكير في معاهم هذا جيت كنصيفط السلعه طلعت ليفرات الكوموند طلعت لي هذيك زايد بالخضر في الكونت ديال الاخرين احساس اخر كاين هذاك الاحساس ديال دخلتي شتي السلعه احساس اكثر منه عمي قلت واو هذا الشيء خدام تحس بديك شي خدام ماشي بحال جوج دراهم اللي عطاونا اللي كانوا كيعطيو جوميا جوميا تعطيك جوج دراهم انت وليتي يعني انا ليفريت مثلا 6 ديال لي كوموند كل كوموند مخليه ليا مينيموم واحد هذيك ديك الوقيته كدوي على واحد 100 درهم مينيموم يعني 600 درهم ارباع في 6 ديال لي بياس العاد شحال 10 دولار كان العاد رخيص لواحد الدرجه ما تقدرش تصور تخيله صافي تما بديت كنقول زعما جبت 6 ديال المشاطي اراد هذه المره نجيب 20 تباعوا جبت 100 تباعوا 200 تباعوا صافي بديت كنطلع كنمشي بنفس الخدمه كنمشي بنفس كتعاود نفس الطريقه كيفاش كنتي كتلقى الاتس ديك الساعه انجيجمنت ولا انجيجمنت ما كاين لا ستور لا والو لي ميساج كتكون في ديك الساعه تجي تقول لي ستور نقول لك شوف غير سير ترتاح ما ستور ما خدامش ديك الساعات ما كاين حتى شي واحد كيخدم في ستور في المغرب غير انجيجمنت كتهز كاع بنادم من لي كومونتير تكونفيرمي لا كاين لي ميساج ميساج يا اما تيصيفط لك في ميساج ولا كومونتير صراحه الاكثريه كانت لي كومونتير كومونتير ودخل عليه تحت النمره انا جالس في قهوه ولا شي حاجه انا اللي كنكونفيرم كنكونفيرمي وكنت كنليفري كدير كل شيء نسيت ما قلتش لك انا اللي كنت كنكونفيرمي لي كوموند كنليفريهم حيت في الاول كنت خدمت على المغرب كامل من بعد اكتشفت انه خاصني غير نخدم على مدينتي اللي هي الرباط كنت كنخدم على الرباط وكنت كنمشي يا اما في الطوبيس ولا في الطاكسي في ليفري كاين حي الرياض كامله درتها في الطوبيس والطاكسي ليفري تمايا كتوصل وكتاخذ ديك الفلوس ديال ليفريزون بلاصه ما تصيفط مع امانه توصل 48 ساعه بنت كرام بنت كرام فكرتيني في واحد الايام كنت انا ملي كنت خدمت في الكوميرس في 2017 كنت كن في مكناس نفس الطريقه كنت كنجيب السلعه كنعيط لكازا مشيت درت الدوره في كازا وتعرفت على فورنيسور ولا كيصيفط لي في الكاميون درتيها ضروري سكيلين سكيلين تيصيفط في الكاميون فهمتي كتلقى الكاميون 10 دراهم طن سير هز السلعه تمشي كتباك تدير لها واحد الباكاجين واحد الميكا وتسد عليها طن وكنت انايا ما كنمشيش ليفري كنت كنقول لهم راه شوف راه السيد الممثل ديال الشركه غادي يدوز لمكناس نتلاقاو في البلاصه فلان فلانيه بوان درولي كنجمع لك جوج دعيبات الله في هاد البلاصه وكنجي كنجي تنجي الحمريه طنطن كنهبط عندهم كنقول لهم اهلا مرحبا السلام عليكم كذا هذه السميات ديالكم كنجبد واحد الليسته تندير لهم الصف هاك انت كان واحد الاحساس خطير هاك انت هاك انت سلات كيجيك شي احساس خطير في ديك الوقيت كمل وانا عاود لك زعما سميتها بحال اللي قلتي لي بيزود الثانيه ديال هاد الكوميرس هي المهم كنت كنليفري راسي وهذا واحد الوقيته حسيت براسي قلت علاش ما نجيش نسكن في كازا خديت واحد السلعه بغيت تقرب بغيت نقرب فهمتيني نبقى نعس حدا ضرب عمر نفيق حدا ضرب عمر وحداك حداك سميتو شركه ليفريزون كاين حداك تما راك عارف عرفتي انت فين كاين هذيك قريبه في لابطا هذيك السونترال ديالهم في لابطا الوغ كلشي قريب كلشي حداك هابط ضرب عمر كتبقى هابط كلشي حداك ومصطفى حداك الليفرور فهمتيني كيليفري لك في نفس النهار يجيب لك فلوس وكازا كتعتبر هي ما عندهاش منافس في الكوميرس في المغرب واخا مدينه رقم واحد انا غادي ندخل معك شويه في الديتاي ديال هذه القصه هذه وغادي نبغي نقول لك زعما دوك الفلوس اللي كنتي كتدخل واش كان كيبان لك الربح ديك الساعه وي ولا كنتي غير تتروج لا كاين الربح بزاف ديال الناس كيديروا اي كوميرس اش كيديروا تيروجوا تيديروا لهم الارقام من تيجي يبغي يخرج رباحه ما تيلقاش لا كاين الربح تنربح غير انا درت شي اغلاط وعاود رجعت عاوتاني للور عاوتاني في ديك الوقيته طحت بزاف صراحه في درت شي شركه بعدين درت واحد الشركه وما خرجاتش وعاود عاوتاني كلشي من الزيرو كيفاش بنادم يقدر يدير شركه في الايكوميرس يديرها ولا ما يديرهاش شوف على حسب لا بيرسون السؤال الوحيد اللي غتسول اللي غيجاوبك على هادشي واش بغيتي دير شي حاجه كبيره غادي دير شركه بغيتي دير شي حاجه صغيره خدم الراس سمعتيني شي حاجه كبيره كنقصد بها دير ارقام كبار ما كنتيش باغي دير كنتيش من الاول انت وهذا في الصاط اللي بغيت دير مع
بارتنرشيب زعما يكون بارتنر ديالك راك تجي هوالين وعندكم واحد الفيزيون باغي ديروا شي فيزيون مشتركه شي حاجه كبيره في الايكوميرس غير انسى هذيك واخا افترضوا انا واحد جوج دراري باغيين يبداو في الايكوميرس عندهم واحد راس المال صغير وبغاو يبداو شركه ولا كل واحد يتعلم من راسه شي بلاصه ولا غير يبدا بنادم هو شوف مزيان يبداو بجوج الا كانوا كيكملوا بعضياتهم مثلا واحد انا دابا المشكل اللي كيبان لي في الشركه سي كو ديما فاش كيكونوا نفس الاشخاص عندهم نفس كيديروا نفس الحاجه هكذا بحال اللي قلتي واحد كيقول لاخر راه انت ما درتيش خدمتك لا انا اللي كنخدم لا انت ما كتخدمش لا شي ولات ولاد الروينه تيدخل واحد ولا يكون مشكل في الفلوس ولا يكون سيرشو بالضبط الفلوس سيرشو فاش كتكبر القضيه هما فين فين كيبان الدور ديال الشركه بالضبط الا ما كانش الواحد زعما عنده قناعه وهذا راه تيبانوا الفلوس يقول لك يقول لك السلام عليكم طبيعه الحال دابا ماشي بحال شحال هادي ديك النيه وهذا وداك الشيء ما بقاش خدام مزيان دير نيتك وهذا كما قال الركراكي ولكن باش تضرب في العريضه وتخرج سك الكونترا اي واحد بغيتي دير معاه شي بارتنرشيب ولا شي حاجه ضروري خاصك دير معاه ورقه وتوثق توثق مع الغمور ولكن مزيان دوك الشركات الاولانيين اللي كيهرسوك بحال اللي قلتي اللي كدوز فيهم اكسبيريونس وكتعلم مزيان بطبيعه الحال كتعلم بزاف ديال الحوايج اوكي كتخسر ولكن كتعلم وكتستافد من الاخطاء اللي درتي باش ما تعاودش ديرهم بطبيعه الحال كما قلت لك قبيله المهم من بعد تحولت لكازا قربت لضرب عمر وهذا بديت كنخدم من تما وصراحه كثرات الخدمه ومشات مزيان وهذا حتى من بعد عاوتاني واحد الوقيته واحد الوقيته طرا لي واحد المشكل في ديك البيريود كنت باغي نتزوج شي كان بغي واحد البنت هل لي صوتك شي شويه فضل كنت واحد البنت انت كتحماق عليها كنت غير دير بصح وكنت دوي وداك الشيء هادشي اول مره نسمعها صافي انا ناوي المعقول فهمتيني ماشي كنضحك باغي نتزوج شنو شحال كان في عمرك والله ما عقلت غتكون عندي شي كنا 25 ولا 23 ولا 24 وكنت ندوز معاه ديجا كنت مصاحب معاه بزاف ديال الوقت صراحة ماشي بزاف كانت شي 6 شهور ولا 7 شهور وصافي بغيتي تتزوج صافي انا بغيت نتزوج شنو الفكره اللي كانت جاتك باش تتزوج علاش شنو كنتي كتحس باش تتزوج بغيتي تستابيليزا لا هذيك البنت بالضبط فاش تحت فيها كانت حتى هي نفس الدومين ديالنا حتى هي هادشي لي كوميرس ليزابليكاسيون كاع كنت كنوريها وعجبتني الشخصيه ديالها وداكشي قلت علاش لا نتزوج بها نكملوا بعضياتنا فاش كنا كندوي وكنا مفاهمين وهذا من بعد بحال قلتي تضحى بحال قلتي تحقرت فهمتيني تحقرت بحال قلتي حقراتني هذيك البنت حيت كنت كنوريها كلشي داكشي اللي كندير وبالارقام وكلشي عرفاتني زعما شحال عندي شحال ما عنديش هكذا بحال قالت لي زعما انت ما قادرش حطاتك في الميزان ما قادرش عليا جات واحد الوقيته تفارقنا اوكي دخلت في واحد لا ديبرسيون هي اللي دوينا عليها شحال قلت لي في لا ديبرسيون ديال الفراق ديال شي 6 شهور وانت هي مبلبل شي 6 شهور وانا مبلبل ما قادر نخدم ما قادر ندير حتى شي حاجه الاخوه بقاش يوريو لي كونت ديالكم بقاش يوريو لي كونت ديالكم صحاباتكم انت قدرت نقنع راسي بانه انا الحاجه الاولى عندي في حياتي هي الخدمه جي بنت تمشي بنت جي بنت تمشي بنت شكون اللي خرجك من هاد الديبرسيون والديك خوتك صراحه انا راسك انا مالين الدارات بزاف اكثر هي الحالات ما تيعرفوش شنو كدير شنو كندير كيعرفوا حتى فين غادي شنو كدير انا في دبي حتى انا وقف عليهم في الدار نقول لهم راه حتى يلقاوني حدا الباب ديال الدار جيت ولا مشيت مخابرات سير دازت ديك الوقيته ديال لا ديبرسيون وعرفت باللي راه الهدف ديالي زعما الحاجه رقم واحد عندي هي الخدمه ديال خدمتي وهذا وما عمري نعاود نربي الكبده على شي واحد شي وحده ايا كان انسان ما عمرك تعلق راسك بشي انسان وصلت في هادشي اللي وريتها درت شي ارقام كبيره وصلت درت شي حاجه ما
عرفتش صراحه كون دار شي حاجه غتبان كون دار شي حاجه غتبان الله اعلم الله يسهل عليها كما قلنا اوكي كما قلت لك المهم دازت ديك الوقيته صافي عرفت انا راه خاصني نركز على الامور ديالي وهذا هي ديك الوقيته كنت قلت بلاتي نبدل الموديل ديالي ديال السي او دي في المغرب اجي ندخل صحيح اوكي شداد 2.0 حتى انت تكون جديد خويا كريم ايت دوينا على الاعلان من بعد ما دوزتي ديك العلاقه مع ديك السيده اللي من بعد ما تفرقتي معاك تماما مع الاعلان وداك الشيء قلتي انك تحقرتي من بعد ما وريتيها لي زانفورماسيون وداك الشيء كامل اللي كنت عطيتيها الداتا شفت بلي راه انك انها ما تقدرش تسكيلي معاك ووقفتي رجعتي للور ديك الساعات كانت بحال قلتي حيت بحال قلتي واحد الوقيته كنت انا دايرها موتيفاسيون هي ولكن فاش كتضرب داك الحيط كترجع الله من بعد ما رجعتي مزيانه زعما استفدت بزاف من ديك الاكسبيريونس زعما ديك الاكسبيريونس بحال قلتي تشونج حياتي تشونجات حيت بحال قلتي عوض ما كنت كندير مثلا حاجه مثلا وحده كنولي كندير 10 د الحوايج اكتشفت راسي اكثر بلاص ما كنتي كدير شي حوايج للناس درتيهم لراسك وي تغيير عندك ستوندار اوكي من بعد شنو درتي من ديك 6 شهور اللي بقيتي واقف ما كدير حتى شي لعبه من رجعتي عاوتاني للايكوميرس في المغرب رجعت للايكوميرس ولكن ديك الساعات كنت قلت خاصني نرجع زعما نيفو كبير خاصني ندير شي حاجه كبيره قبل منها صراحه كنت واحد لقيت داير جيم دوزت شي 6 ديال البيروات انا في المغرب ماشي 6 المرات درت تيم وبيرو زعما كيعني شي حاجه في البيزنس يكون عندك بيرو في الايكوميرس بالضبط ماشي على البيزنس الاخرين ولا غير شارج في الاول صراحه غير شارج غير عياقه خاويه حتى من بعد غير كتبروفي راسك بلي انك درتي بيرو خدمتي عندك بنادم زعما غير كتبغي تبروفي راسك واحد الحاجه انك راك زعما راك درتي بيرو راك سوسيتي كذا مال الدار ولكن هي كتقتلك تقدر تقتلك كتولي تتفرع راسك بلا شارج تتقتلك طول بلا علاش حيت واخا تقول لي انت كدير اكس ديال الفلوس راه البيرو الا ما كانش غيساهم في ليماج ديالك ديال الشركه ديالك راه ما عندك ما دير به حيت راه البلاد ديال الكونفيرماسيون دابا ولاو كيخدموا على ديستونس ولاو دي سيرفيس ديال 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 الكونفيرماسيون في الادس راه التاسه ديالك غطلق السلعه يقدر ديبوت اونبالي فيها صافي ديبو ب 1500 درهم شي قد ولا شي حاجه ونفترضوا كاع بغيتي تاخذ بيرو ماشي ضروري تاخذ بيرو بلاصه واعره تاخذو في اي بلاصه وتخلص شي حاجه قليله بلاصه ما تاخذ في عين السبع ب 2000 درهم ابارتمون تجيب ليها الدراري كاع يخدموا ما كان انت بغيتي كاع تجمع بنادم تاخذو في عين السبع بلاصه ما تاخذو في مثلا في المعارف 12 درهم و 13 درهم باش يجي عندك صاحبك يجلس معاك في البيرو توجد ليه قهوه وتعيق عليه انت راه باغي تدخل العاقه راه خاص بنادم يراجع راسو صاحبي في لي زوبجيكتيف ديالو الهدف ديالك لي زوبجيكتيف ديالو راه تتبقى غادي في واحد لوبجيكتيف حتى كديفيا حيت هادشي لا باس في المجتمع هاد العياقه الخاويه هادشي خاصو يتبدل خاصك تربح انت ماشي تربح البنادم كاين اخي كريم ولا واحد بحال قلتي ولا واحد الانفلونس تصور كنسميو التصور الخاوي محروقه الانفلونس انا صراحه تيبقى فيا ولكن ما تنبغيش زعما كريتيكي بنادم واش غدير فهمتي معنا كتقول لا اله الا الله وصافي حتى انت في هادشي هادشي كيدوزو الدراري فاش من ناحيه زعما ديال انك دير بيرو يعني من بعد ما كيبقى يعني لك حتى شي حاجه يعني زعما بيرو بلي شارج طالعين لا ما دوزتش كنتي كتقول لا حنا ديما كدير حسابك ديما اللوكال اللي كنت كناخذ فاش كنت خدام لي كوميرس ابار داكشي اللي عندنا دابا داكشي اللي عندنا دابا حاجه اخرى لا كنهضر احنا قبل فاش كنت كندير شي ديال لي كوميرس وهذا كناخذ لوكال ب 2000 درهم 1500 درهم قاضي غاره بلا فلتر يقول لك شرا واخد 7000 6000 8000 9000 فهمتي ما يبغيش يبيعك ليش باش تجي تاخذ شي بيرو تجيبها حيت ماشي البيرو اللي غيجيب لك الفلوس اكزاكتومون
الخدمه ديالك اللي غتجيب لك الفلوس. راه شحال من واحد انا تيجي تيقول لي راه بديت كندخل 3000 4000 دولار واش كتنصحني نمشي نستقل زعما نمشي نكري بوحدي ونخدم بوحدي ونخرج من عند مونيطا؟ قول لي لا ريح تما حيت الا مشيتي تخرج انت يلاه بادي عندك لي شارج غيطلعوا غتولي شي تولي مبلبل ربح ديالك مالين الدار يقدروا يكون تيهنيوك من شي حوايج ولكن انت ما كتحسش بهم. الماكله كتقاد ليك، حوايج كاع تيتسبلوا ليك، راه بزاف ديال الامور انت مهني منهم باش تركز في خدمتك. غتصدق خارج من داركم غتولي غتبلبل. هادشي اللي كيبان لي انا زعما النصيحه ديالي لواحد بادي هو يركز في خدمته اكثر ويجمع شويه يجمع الفلوس يبويل دي التيم ديالو. ما تفكرش تبان دابا يلا بادي فكرش تبان دابا تفكرش تبان في المجتمع دابا راه غتبان بان في ايماج مفرقعه بان في السطاج الوحش تبان يكون تكون ليماج مكتمله يكون الساس ديالك واقف مزيان ماشي غتبان زين غتبان يعني ملي تبغي تبان بان في السطاج الاخر بان ناضي تبانش في الفيديو ما تبانش انت لداخل في الباك جراوند فيك متقوب فهمتي راه هذا هو اللوجيك. داكور اخويا كريم درتي الاي كوميرس درتي بيروات وخدمتي وهادي كنتي كتجمع الكاش ضروري انا ماشي من اللي تنخسر الفلوس على شي حاجه من غير البيزنس. زعما ابار البيزنس ما كاينش شي حاجه اخرى تنخسر عليها الفلوس. وي اوكي من بعد الاي كوميرس هو اللي بقى بيزنس ديالك خدمتي في المغرب الوغ دابا كما قلت لك كنت فكرت قلت اجي نكبر هذا الشيء نجي ندخل سلعه من برا ديال المغرب وهذا امبورتي درت اول خطوه باش نامبورتي السلعه فات في الديوانه سير جيب لاين سير لاين ار تي جيب لوتوريزاسيون جيب هذه الحماق جبنا لوتوريزاسيون كذا على الو حسيت براسي دخلت في واحد تشالنج مريض ما عندوش حل الديوانه في المغرب. انا ماشي تنقول لك الديوانه في المغرب فيها مشكل ولا كذا مي انا داك البروسيس ديك الساعه انا كنت باغي شي واحد نقول ليه هاك اخويا البروسيس الشينوا جيبوا لي انا المغرب ونخلصك حتى وقت ونخلص كلشي. انت داك الشيء كنتي بغيتي تجيبو الراس كنتي ما مشيتيش عند لا بغيت نجيب راسي هذيك الساعه راه ما كاينش شكون اللي غيجيب لك ما كاينش داك الشيء ما كاينش قلت لك ديك الساعه لي كوميرس في المغرب راه قليل اللي كيدوي عليه فهمتيني الوغ كنت قلت اجي نجربوا الامبورطاسيون هذا كان داك الشيء حسيت به معقد. واش وحلات لك السلعه في المغرب؟ وحلات ما خرجاتش وحلات ديك السلعه ومن موراها واقيلا بشي عام عيطوا لي شي ناس قالوا لي واش بغيتي نبيع لك سلعتك تصور كانوا خداوها في داك الشيء ديال الوغ الديوانه فاش تبقى السلعه تيحطوها تتعاود تتباع الناس اللي خداوها عيطوا لي قالوا لي واش بغيتي دابا كانوا بغاو يبيعوا لي بشي 4 ولا 5 المرات الثمن وهذيك البروفيس لا مابقاش صعب. الوغ انا فاش طراو لي هاد المشاكل مرضوني وفي نفس الوقت كنت تعرفت على واحد الصديق ديالي كان تيقرا في الشينوا وكان ديك الساعات بغى يجي للمغرب قال لي واش تبغي نجيب لك شي برودوي. وانا ديك الوقيته كنت شفت واحد البرودوي واحد الماسك ديال الوجه هو ماشي ماسك بحال كيطلع هاد اللعيبه هادي عرفت هاد الفي هذاك الفي كان بان لي داك البروداكت وبان لي راه محرك في اونلاين زعما طلعوا لي فيديوز ديالو ورخيص صيفطوا لي قلت لي واش تقدر تشوف لي هاد البرودوي بشحال داير كذا وتقدر واش تقدر تجيب لي منه شي حاجه. انا جربته في المغرب زيد ديك لانديك بيج ديال هادوك الناس موديفيت عليها قال ديتها بالعربيه وهذا بونسيت داك الشيء نهار الاول ما عرفتش 40000 درهم ولا ما عرفتش سيرت كتاع ما كيوقفش داك الشيء المبيعات ما تيوقفوش برودوي ما عمرو دار في المغرب فهمتيني دويت معاه قلت ليه شوف لي البرودوي مشى شاف البرودوي لقاه رخيص البرودوي ما عرفتش في الشينوا بشي 4 ار ام بي ولا 5 ار ام بي اللي هي شحال جوبونس قل من دولار يعني برودوي قل نص دولار ولا قل نص دولار 5 دراهم ولا قل كاع. قلت ليه واش قلت ليه شحال تقدر تجيب لي؟ قال لي انا نقدر نجيب 500 حبه معاه هو يجيبها معاه. فاش غيجيبها؟
حيت البرودوي صغير اجيبها فيه اجيبها مع جايز طياره اجيبها في الباليزه قلت لي واش تقدر تدبر عليا على 500 اخرى قال لي نشوف واحد الدري صاحبه دخلتو 1000 جابوا 1000 حبه تلاقيت معهم ديك خلات كان هو الدري ولد اكادير تلاقيت معاه في اكادير عطاني السلعه صيفطها الليفرور بدينا كنليفري وداك الشيء شحال باش كنتي كتبيع 199 برودوي كان لا كان كنت كنبيع جو بونس جوج وقيله جوج حبات وقيله بشي 249 الا بغيتي 5 بشي 399 ولا بغيتي 10 بشي 700 والصرف مي كان هذاك لوفر الاول والثاني هما اللي تيتباعوا مزيان البرودوي قلت لك الناس كيطلبوه في لي كومونتير برودوي خدام مزيان درتي لهم تصور والناس فاش كيوصلهم كيعجبهم البرودوي فهمتيني فيه واحد الريحه زوينه هكذا داك الشيء المهم برودوي نقي هذيك الكونتيتي اللي جاب السيد داك الشيء طار دغيا قلت ليه خويا شحال رمات لك ديال ربح ديك 1000 حبه تقريبا تقدر تكون شي 1000 حبه 4K ما عقلتش لا اكثر 40000 درهم 50 60000 درهم المهم فايت داك الشيء 10 المليون فايت 100000 درهم هذا برودوي ديال 5 درهم جايبينو غير الدراري من فايت اكثر ما بغيتش نقول لك شي رقم كبير زعما اوفر ولكن حيت ما عاقلش على هذيك الالف هذا الشيء كان دوي قديم بزاف الوغ المهم ضربتي فيه لافير ديال بزاف شوف هذاك البرودوي قلت لك انا صافي شوف شحال ديال الفشل دوينا عليه شحال ديال الفشل دوينا عليه باش كيدوي دابا على برودوي دخل وقد ليه المسائل يعني ما استسلمش ما كاش فاك الو هذا البرودوي كان هو بحال اللي قلتي هذا هو السبب ديال بزاف ديال الحوايج طراو في حياتي هذا البرودوي هذا خلاني ناخذ قرار نمشي لشينوا انا والدري صاحبي دويت مع الدري قلت ليه الصاط نمشيو لشينوا انا وياك قلت ليه شوف شحال التيكيت شحال تقعد داك الشيء خلعتو نمشيو لشينوا نجيبو البرودوي نجيبو جوج باليزات نجيبو بغيتي كنتي باغي تجيب جوج باليزات اخرين عاوتاني جبناهم اصاحبي ديال باليزة عامرة بالبرودوي بوحدو هذاك البرودوي بوحدي اللي كاين في باليزات فيهم غير داك الماسك وكيفاش شاف الديوانه في المغرب كمل لك القصه المهم قطعنا التيكيتا مشينا توكلنا على الله حطيت رجليا في المطار ديال كوانجو في الشينوا حسيت بالدماغ ديالي تحل قلت واو بلاد مشينا لشي مصانع شفنا العجب تساريت داك الشيء عاجبني انايا كما قلت لك انا في الاول كنت غير في درب عمر فرحتي كنشوف كنبغيت شي حاجه نشوف شي حاجه كبيره نشوف الوغ فاش كنت كنشوف مصانع كيجي كيقول لك انا غنقاد لك البرودوي اللي بغيتي هذا كذا كتحس بواحد الساتيسفاكشن وتما تعرفت على واحد المغربي اخر حتى هو قصه مع شحال من زعما طريق اخرى بزاف ديال الحوايج درنا بزاف ديال البارتنرشيب درنا بزاف ديال الامور مشينا للشينوا مشينا للمصنع قلنا لهم شحال البرودوي اشحال الاتقان انا ما عقلتش على الكونتيتي اللي جبنا مي عمرنا البويلز ديالنا بوز داكشي اللي ما فيهش حوايج فيه الماسك اوكي شدينا الطياره جينا للمغرب وصلنا لكازا مطار محمد الخامس قالوا لي الديوانه مرحبا بك شدوا لينا الباليزات شدوا الباليزات في الديوانه قال لك حل داكشي حلوا لقاو لي ماسك كيحسب داك العجب عرفتي تيحسب تايا قال لي هادشي راه ما يمكنش تدوزو الا ما عندكش لوتوريزاسيون ديال وزاره الصحه واش غنديرو فيهم صافي مشات الفلوس مشى كلشي خسرنا مشات ديك السلعه مشات مشى كلشي يعني داكشي كامل اللي ربحنا خسرتو عاوتاني خسرتيه مشى مشات السلعه بغاو يردوا لي هذيك الباليزه قالوا لي راه زوينه قلت ليه شوف الا ما كانتش السلعه مشات الباليزه قلت ليه هاد السلعه راه عوانا انا نربح فيها المينيموم 20 مليون غتخلي لي هذيك لافير الديوانة داك اللي كان كيقلب السلعة قلت لها هاد السلعة راه كانت المهم كنت غنقول واحد ما خصوش يتقال المهم ما دارش معاك حل ما داروش معايا حل مشات السلعة في حالتها هزني فيها الماء خسرنا الفلوس حيت خسرنا الفلوس في الشينوا فهمتي مشينا لي ريستورون الماكلة
غاليه عاوتاني احنا عاوتاني غاليه فهمتي شي حيت انا انا ديك الساعه شنو داير في راسي داير في راسي غنرجع للمغرب غنبيع البرودوي غندير فهمتي ودوك الدراري كيفاش داروا تدخلوه حيت هما كانوا جابوا 500 قليله انتوا واش جبتوا جاب الباليزا عمرتي باليزا برودوي صغير قلت لك دونك هذوك جبتي شي 10000 حبه جبتي كونتيتي كبيره جبت داك الشيء كثير ماشي 10000 حبه ولكن ما عقلتش شحال جبت صراحه ما عقلتش واش 3000 ولا 4000 حبه ولا ما عقلتش شحال جبنا باليزا باليزا راه 10000 هذيك حيت المهم اش نقول لك شدات السلعه اشنو غندير ولكن فين كاين لافير سي كو انا في ديك الوقيته فاش مشيت للشينوا تعرفت على شي شناوه هاي عاوتاني هذه فيها تيخ خدامين في الخليج تعرفت على شي شناوه خدامين في الخليج اوكي قالوا لي بقاو تيوريوني قالوا لي زعما شحال من كونتونير تنصيفطوا للامارات هادي وانا تنقول لهم حنا راه تنعرفوا زعما راه عندنا اللغه العربيه راه كنعرف ندير الاس نقدر نبيه وجي يقول لك ودي انفيستي معاكم حنا حتى المليون دولار الا قدرتي تبيعوا في داك المارشي وهذا واش نتي نديروا حنا شنو البرودويات اللي كنبيعوا شنو كيمشيو معاك في الخط انت فاش كتشوف السيد تيقول لك انفيستي معاك مليون دولار وهذا صافي قلت انايا هاد الناس راه عندهم ما يدار الو غادو كانت عندهم وير هاوس في الامارات وكانوا تيصيفطوا دي برودوي من الصين والامارات في يومين ثلاث ايام تيوصل البرودوي وتبدا تبيع وتخدم قلت لهم انا تيستي معكم البلان هذه هي اول مره انا غنكتشف فيها الخليج ولا وغنعرف غنعرف باللي راه فيه ما يدار وفيه الخدمه وهذا فهاد لافير ديال الشينوا يعني الا قلتي ديك الشينوا داكشي اللي خسرت بحال اللي قلتي غير مشيت باش نتعلم البلان ديال الخليج يعني أوكي. ما كانتش هذيك لافير ديال المغرب حيت داكشي اللي خسرت مقارنه مع داكشي اللي ربحت من بعد في الخليج واللي درت وداكشي ما يمكنش تقارن و تما بديت كنتيستي مشيت كنتيستي الخليج شنو تيستي الماسك هو نيت نفس اللاندينغ بيج نفس الحاجه وداك الشيء بديتي شويه شوجي الثمن عاود الدرهم المغربي ردينا الريال السعودي فهمتيني اوكي كان داك العنوان ديال ديك اللاندينغ بيج هي قيل الماسك السحري وصل السعوديه درت داك الفيديو طلقت المبيعات ما تيوقفوش عاوتاني في السعوديه ما تيوقفوش خدام البروداكت مزيان توكلنا على الله كوموندينا ستوك صيفطنا يومين ثلاث ايام وصل ستوك بغيت نتسطى انا كنقول واو صاحبي هذا الشراء ما كاين لا ديوانه لا والو لا كاين الديوانه ولكن دوك شناوا كانوا مكلفين هما كانوا تيديروا الكل سورسين هما عندهم الديوانه عندهم المهم هما تيتكلفوا ليك انت ما تعرف غير سلعتك توصل بيع انت توصل الويرا هاوس وتبيع بدينا كنبيعو بيع ديت الصاد هادشي خدام واتس نيكست نجمع الباليزه ديالي دبي خلعتي مشيتي لدبي انا واحد الصديق ديالي قلت ليه نمشيو لدبي وهذا الصديق ديالي من بعد غيشوف هاد الفيديو بزز باش قنعتو يمشي لدبي وهذا دراري شداد ساكن في دبي دابا بغاش يخرج من دبي دابا العام الثالث من نهار مشيت معاه ما رجعش للمغرب وتبارك الله هذا الصديق ديالي في المغرب في ديك الوقيته ما كانش كيهبط على مليون درهم شي فرطافير ماشي رباح شي فرطافير في السطور ديالو في المغرب كيخدم لي كوميرس في المغرب ياك الو قنعتو ديال بصح باش فهمتيني باش تمشيو هو ما يوقفش البيزنس ديالو مخليه كاينين الناس اللي مجيري اللي كيجيريو داكشي وكل شيء قلت ليه نمشيو لدبي قلت ليه والو خاصني نمشيو انا ديك الساعه خاص ضروري شي واحد نمشي معاه فهمتيني ما ديك شويه صعيبه تلاح بوحد مشينا في الوقيته ديال الكورونا يلا ديك الساعه يلا بدات كتبدا كورونا مشينا لدبي بقينا تما واحد اول حاجه بعدا بقينا واحد 15 يوم في الدار ديك الساعات كان داكشي كان باقي دوك الاجراءات ديال خاصك تبقى في الدار ديال الحجر الصحي اوكي جلسنا في الدار ديك 15 يوم دازت شنو غنديروا خاصنا نقادو شركه مشينا قادينا شركه ديك الساعات طرقوا لينا شركه بشي 8000 دولار باش قادينا داكشي المهم بدوك المصاريف اللي صرفنا وداكشي طلعت شي 10 المليون يعني اكثر من داكشي يعني بحال قلتي زادوا علينا شويه في الفيز ديال الشركه
هذوك ديك لاجونس اللي مشينا عندهم قدينا انا وياه شركه وهذا تما بدا عاوتاني البيزنس كيدوز لواحد ليفل اخر انك تسكيلي اكثر كيفاش غنكونفيرمي لي كوموند وهذا انا ديجا عارف فهمت البروسيس زعما من المغرب اكسبيريونس اللي كانت عندي في المغرب نطبقها تما مشيت لتما كريت وير هاوس ديالي كريت وير هاوس كبير ولكن كريت فيه واحد الاسباس فين حط سلعتي وهذا ياك كريت فين حط سلعتي بديت كندخل السلعه مع دوك شنو هو اللي كنت معاهم تعرفت على واحد الشينوي اخر درنا كاع بارتنرشيب حيت كنت كندير ليه شويه ديال الفيسبوك ادس وهذا باش يجيب كلاينتس بديت كندخل معاه حتى هاد لافير ديال ندخل السلعه لعباد الله وهذا جبت فيليبينيات باش يكونفيرميو ليا لي كوموند خدمتهم معايا درت ليهم ابونمون ايليميتي تمايا تيعيطو بطبيعه الحال تيخدمو من ديورهم ديك الساعات كان لا بيرو لا والو تيدير معاهم كوميشنز تيخدمو من الدار وهذا خدام هادشي كنت خدام غير قبل ما نمشي لدبي فيليبينيات كيكونفيرميو بالعربي بالانكلي ولا باش كيكونفيرميو بلونغلي ولا كان شي واحد تيدوي بالعربيه عندهم ديك العربيه ديال كيكونفيرميو انت يبغي انت ما يبغي فهمتي ديك اللغه ديالهم تما ولكن تيكونفيرميو مزيان فاهمين هما ديك ساعه الكونفيرماسيون انا عندي ما كتهبطش على 75 80% كاين لي كومونتي كيتكونفيرما والليفريزون ناضيه حيت ما بدا كيتسكيل البيزنس واحد الوقيته انا حيت خدام تما وكندير ستوريات وهذا الدراري تيسولوني يقول لي الدراري تيبداو الدراري يسولوني وهذا على الخليج كيفاش داير الخدمه تما كيفاش داير اي كوميرس تما كيفاش داير الخدمه تما وهذا صافي تما بديت كنفكر زعما نبدا نبارطاجي المعلومات على الاي كوميرس تما وهذا بديت كتبارطاجي المعلومات الناس عجبهم البلان بديت كنبارطاجي الناس عجبهم البلان وهذا والناس باغيين يخدموا مي اش غنقول لك زعما ديك الوقيته بحال اللي قلتي اي واحد تيجي كيبغي يبدا كيخسر الفلوس علاش ما كيربحش حيت يا اما غيمشي يتعاقد مع شي شركه وفي الاخر غيديو ليه فلوسه وما غيكملش هادشي كندوي لك على الشركات اللي كاينين تما شركات ديال الترونسبور هذا حيت انت في المغرب يعني ما عندك حتى شي صفه قانونيه باش تعاقد مع الاخر انت في المغرب يعني حتى الا طرا لك شي بلا ما كاينش كيفاش كاينش اللي يحميك ما كاينش كيفاش دير ليه تابعوا قضائيا الوغ بزاف ديال البنات يا اما ديال الدراري الشباب اللي خدامين في الخليج كيجي كيتيسي ولا كيبغي يخدم ولا يا اما كيدير ليه شي واحد فلوسو اما كيخدم وكيكون عنده اثمنه ديال الشيبين غاليين كيجي الثمن ديال الشيبين غالي كتلقى كيشيبي ب 12 13 دولار هو خصو يبيع برودوي ب 80 دولار و تي امبورتي ب 15 20 دولار على حساب البروداكت بطبيعه الحال ما تيسلكوش الو ما تيسلكوش داك الحساب تي يا ما يطير 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 والو ما تيربح يا اما غالبا تيخسر يخسر فلوس بدو الدراري تيسولو انت تقول لي ودي واش تقدر انت تكلف لينا دير لينا شي حاجه تما بديتي كتست هاد الشيء هذا بديت ديك الساعات قلت اجي ندير جوجل شيت وهذا قاد لي واحد السيد جوجل شيت نخدم قد ديك الشيء جوجل شيت شويه تيجيني ديك الشيء مبرز ديك الشيء تيني راسي غير تنخربق انا نقول للدراري هذوك الدراري اللي كنت خدام معاهم قلت لهم الدراري حيت الدراري كيفاش كانوا كيجيو عندي كانوا دريت بحال اللي قلتي تنجيب انا السلعه شي واحد امبورتي لي السلعه من الشينوا باش يخدم مع شي واحد اخر تما كيعرفوني هذا كيقول الاخر راه كريم راه عنده اثمنه ديال السورسين رخيص راه تيدير السورسين رخيص راه عنده السورسين رخيص عنده داك الشيء دغيا هكذا شي كيقول هادشي شي كيقول هادشي هذا كيجيب هذا هذا كيجيب هذا كثر داك الشيء كثروا الدراري اللي بغاو نجيب لهم السلعه السورسين وتيجيو عندي تيقول لك نخدموا معاك الوغ فاش كنت كندير داك الشيء جوجل شيت تنخدم داك الشيء تنخربق جوجل شيت داك الشيء مروان الدراري حبسوا هاد الشيء راه انا ما نكملش في هاد الشيء راه هاد الشيء راه ما منسلكش مرون في الحساب في الاخر بعض المرات تلقى راسي يا اما زايدهم من جيبي ولا خاسرين ولا هما زايديني من جيبهم ولا يعني الحساب مخربق هذاك جوجل شيت وهذا حيت هذاك الشيء شي حاجه كبيره فهمتي ولكن بان لك بلي راه كاين
كاين بوتونسيال. بان ليا واحد البوتونسيال كبير بطبيعه الحال. حتى المارشي خاوي. المارشي خاوي ما كاينش اللي كيدير ما كاينش زعما اللي ما كاينش شي واحد اللي كيساتيسفي الدراري باش يخدموا الغرض. اوكي. تما بدات كتجيني الفكره قلت واي نوت تجي نديرو نقدر ندير سيرفيس للدراري. طريقو. ندير سيرفيس ديال الدراري. انا ديك الساعه تكون ما كانش مشكل ما كنتش غنفكر ندير سيرفيس نهائيا. حيت كان المشكل ديال اول حاجه هو الاثمنه غاليه. ثاني حاجه هي الدراري تيجيو تيخسروا ما تيديروا والو. انا قلت خاصني ضروري حيت كنشوف راسي عندي امكانيات كندخل السلعه ياك عارف المارشي كيفاش خدام مزيان. عندي شركه ديال الشيبي نقدر نجيب اثمنه مزيانه. الو عارف راسي غيكون عندي واحد التاثير الا قديت شي حاجه. عارف لا ستراكشر كامله. فاهم البلان مزيان. هادشي من بعد ما خدمت واحد المده فهمتيني ماشي زعما جيت وتلاحيت ديريكت هكا خدمت في الكويت. وصلت ارقام مزيانه في الخليج درت ارقام مزيانه المهم فهمت البلان مزيان. فهمتي الكونسيبت. قلت اجي نديرو علاش اجي ندير سيرفيس نبدا ندير للدراري كلشي يعني من لامبورطاسيون لانك توصلك الكوموند ديالك والكليان ديالك وناخذ الفلوس ونصيفها لك في الماكينه. اجي نبدا هادشي باش نبدا هادشي خاصني الاي ار بي هو سيستيم باش كتماناجي البيزنس. يعني انت غتدخل غتابلودي لي كوموند غتتبع تشوف اشنو طرا الكوموند واش تليفرات واش ما تليفرات تبع في داك الخط ديالها كامل. واش تليفرات واش ما تليفراتش دوز داكشي ديال السورسين. البروسيس كامل خاصو يتقاد في واحد الاي ار بي يكون كيكون هو اللي كتماناجي فيه انت تعطيك داك الشيء تعطيك الحساب تعطيك المسائل كامل. جيت اوكي جيت باش ندير هادشي باش ندير هادشي خاصني نشوف شي شركه ديال ديفلوبمون ولا شي ديفلوبور ولا شي واحد اللي يخدم لك هادشي. شي واحد اللي يتكلف ليا بهذا الخير هذا. أوكي. اول محاوله كانت مع واحد السيد هو الدي جي ديال واحد الشركه ديال ديفلوبمون في المغرب. دويت معاه ودرت معاه ميتين بوحده وقلت ليها اودي راه اشنو خاصني واش تقدر تعطيني واحد الاستيماسيون بشحال نقدروا نقادوا هذا الخير هذا. المهم مشى قد ليا كيتشارج طلع داكشي بشي قال لي 45000 دولار باش غيتقاد داكشي. انا قال لي 45000 دولار بقيت كنفكر كنقول واش انا غنحط 45000 دولار في هادشي الا ما نجحش. الا ما صدقش هادشي انطلاقا من التجارب ديالك القديمه. الا ما صدقش ليا هادشي قديمه عندك الهاجس ديال نضيع فلوسي في واحد الحاجه اللي تقدر انها ما تصدقش. وبغيتيش تهز لو ريسك بوحدك. وي مشيت درت محاولات اخرين دويت مع ناس اخرين كاين حتى اللي دويت معاه قلت ليه زعما تاخذ بورسونتاج ونزيدك الفلوس وتخدم. والو كاع المحاولات اللي كندير والو يا اما كتلقى شي واحد عنده شي ثمن غالي ما كنزعمش يا اما تيجي شي واحد اللي كيبقى يجرجر فيك وفي الاخر ما غيقاد لك والو. شداد 2.0 حتى انت تكون جديد. كما قلت لك تلقيتها قلت خاصني نفيق وهذا وانا شفت الطياره ومشيت لدبي تما فين بحال اللي قلتي خرجت مني واحد الشهراره فهمتي حسيت براسي خاصني ندمر ندير الدمار الشامل. خاصني نخدم خاصني نتقاعد وهذا صافي تما تموتيفيت وبديت الخدمه وهذا واحد شويه قلت خاصني سونتر دابيل جربتو في المغرب مع الخليج داكشي ما خدامش تيعطي ريزولتس عيانين. راه شنو غندير خاصني نمشي لتركيا. تركيا باغي ندير داكشي في تركيا في الاول. باغي ندير داكشي في تركيا. واحد الوقيته كان واحد البارتنر ديالي في ديك الوقيته كان واحد البارتنر ديالي سعودي قال لي خاصنا نتلاقاو باش ندوي في البيزنس انا وياه وكان احسن بلان فين نتلاقاو هي مصر. حيت السعودية والإمارات ديك الساعات كانوا مانعين الطيران بيناتهم الوغ كانت أحسن بلان هو مصر وأنا عجبتني مصر حيت كانت أول تجربة ليا ما عمري مشيت لديك البلاد. مشيت لمصر لقيت معاه ريحنا دوينا وهذا واحد لقيت قلت له دير أنا من مورا مصر عندي طيارة لتركيا راه ندير سونتر دابيل تما حيت شي دراري صحابي تاهما دايرين سونتر دابيل تما وخدام ليهم مزيان راه بغيت حتى أنا نديرو تما. قال لي علاش ما ديرش داكشي في مصر ومصر رخيصة وهادي تقدر تقاد لوكال وندير لك شركه
باش نختصر لك التجربه مع السيد هذا. البلان اللي طرا ليا مع هذا السعودي سي كو عرفني على شي ناس وديك الناس نسبوا عليا واحد الوقيته مشات ليا تقريبا المهم اكثر من 14000 دولار اللي مشات ليا معاهم، ولكن مع ذلك ما استسلمتش، بقيت في مصر قادي سونتر طابيل قادي شركه الامور كلشي قادي جوج مايا. وهي ديك الفتره فاش كنت عرفت يوسف قلال. اوكي يوسف قلال كان دار واحد السطوريه قال لهم الدراري بغيت تيستي لي سيرفيس اللي كاين في الخليج، بغيت تيستي سيرفيس اكس و واي. قلت انا ديك الساعه كنت تفرج في يوسف، ويوسف كنعرفو عندي كونتاكت ديالو وتلاقيت معاه في واحد ليفينمون هذا. قلت علاش انا ما نكونش هنا؟ علاش ما نكونش انا في هذه السطوريه؟ انا دوي معاك لي راه انا عندي ولكن باقي ما طلونصاش هادشي، راه باقي بيتا تيستين فعلا. كانوا ديجا ديك الساعه السيستم خدام، سونتر دابير خدام، كلشي ناضي، ولكن باقي داكشي بيتا حيت فاش تطلق بغيت تطلق شي بروجي بحال هكا خاصك تتاكد بانه ما كاين حتى شي مشكل عاد طلق. اوكي كنا كنتيستيو ديك الساعه بشي 3 شهور ولا 4 شهور. اوكي جيت دويت معايا قلت له الدرا عندنا شنو كاين شنو كاين، قال لي اوكي تنتيستي معاك وهذا. اها جا ديك البارتي ديال السورسين حيت هي اول حاجه كتبدا بها. جاز واحد البرودوي صيفطوا هذوك الجوج وصيفطوا لي حتى انا، هذوك عطاو كل واحد عطاه ثمن ما عقلتش شي كذا، واحد عطاه واقيلا شي كذا 30 ولا ماش كذا 40 دولار، الاخر جاوا بحال هكاك. جيت انا عطيتو ثمن ناقص فيه ما تمشي 10 ولا 15 دولار باش ناقص الفرق ديال الثمن. قال لي ما يمكنش، قال لي واش فاش دويت معاه 200 قال لي واش انت خاسر، قال لي واش انت خاسر، قال لي راه ما يمكنش هذو الاخرين عطيني هذا الثمن وانت ما متيخنيش. هو ديك الساعات ما نيش ما متيخنيش كي قال واقيلا هذا طالق عليا ولا قلت لي انت ما تخلص حتى حاجه انا غنجيب لك البرودوي. فعلا داكشي اللي طرا هو ما خلص والو، جبت لي انا برودوي بدا الخدمه، بان لي داكشي راه صافا كاين ما يدار وهذا. واحد الوقيته كنشوف كيفاش هو كيخدم الطريقه باش كيخدم وهذا، عجبني داكشي، عجبني انا داك السيد معقولو كيدوي سبونداني كما قلنا قبيله بلا فيت بلا فيلتر لا والو. ارتحيت ليه وهذا. قلت ليه يوسف قلت شنو بان لك في البلان انك تدخل معنا بارتنر في هذه الشركه هذه؟ قال لي نشوفو زعما ندوي في التفاصيل ديال داك الشيء حيت هذا الشيء غير شاط، انا صيفط له غير شاط. دخل معنا وهذا ودوينا ودخل معنا في الشركه. وفاش دخل يوسف صراحه جاب واحد الاضافه كبيره صراحه الله، من غير زعما الناس تبارك الله اللي كيتابعوه وكيتيقوا فيه وحده، جاب حتى اضافه ديال تبارك الله يوسف راه تيخدم مع واحد الشركه كبيره ودوز ديز اكسبيريونس زعما خاطرين تبارك الله في الداتا في ستراكشر ديال الكومبانيز وهذا. الو بحال اللي قلتي تبدلات داكشي اللي كنا حنا غنديرو تبدل كثر، عطات اضافه ديفلوبا كبيره ديفلوبا داكشي كثر الحمد لله. وبدينا و في 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 فيفري جوج فبراير طلقنا درنا لونسمون. وجاونا واحد العدد ديال الناس اللي كان داكشي فوق من المتوقع والحمد لله زعما من شهر جوج دابا لهاد النهار فاش كندوي معاك سيو دي بارتنر تبارك الله. درت شي حوايج اللي انا براسي ما ديك الساعات ما كنتش كنظن انا زعما غنوصلوا لهم. هذا الشيء زعما بالخدمه ديال الناس اللي خدامين معنا سواء سيلر سواء تيم، يعني تبارك الله كاين ميدا. منين دخلتوا انتم بنتوا لي بحال هرستوا الاثمنه اللي كانت في السوق ديجا، كيفاش درتوا لهذا الشيء هذا؟ هو صراحه بالنسبه للاثمنه حيت بزاف زعما كيقول لي راه جيتوا زعما هرستوا، حنا ما كانش الهدف ديالنا نهرسوا الاثمنه، لكن كان الهدف ديالنا هو يربحوا هذوك الناس اللي تيخدموا معنا. الناس اللي غيخدموا معنا يربحوا، حيت فاش ضربنا حنا الحساب لقينا الا دخلنا بديك الطريقه اللي كانت قبل ديال انك دير شي بين غالي وهذا، اي واحد غيخدم معاك شهر الا طول معاك شهرين 3 شهور غيمشي ما عمرك غتشوفو باغي. فهمتي
فهمتيني الو خاصك انكم ديروا بخي لي غونطابل للجميع ليكم كداك الو خاصك خاصك ضروري دير شي حاجه اللي هي مزيانه بثمن مزيان خرج كلشي باش البنان ما يبقى خدام خدام معاك يعطيك راه اللي خدام معاك شهر غيستمر معاك شهرين ثلاث شهور غيبقى معاك عام عامين ثلاث سنين ما عرفتش شحال غيبقى معاك غيبقى معاك مده طويله هذا هو الهدف الاول اللي كان عندنا زعما اللي خلانا نديرو اثمنه اثمنه اللي هي مزيانه وبطبيعه الحال اثمنه عندنا فيها ارباح ماشي كما كنربحوش عندنا فيها ارباح صافي وبدينا والناس عجبهم كانت في الاول كان في الاول بزاف اللي زعما جابهم الثمن ولكن من بعد السيلرز اللي بداو معنا عجبهم حيت بسبب داك السونتر دابيل اللي قلت لك كاين في مصر وكان هذوك من بين احسن الاختيارات زعما اللي درتهم في البيزنس في حياتي انني درت سونتر دابيل تما الو كاين ريزولتس مزيانه تبارك الله تمايا ديليفري كنتبعو مزيان ناضي زعما الو شي كيدوي على شي كيدوي بوشاوغي كتمشي لهنا 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 شي كيريكوموندي شي وفي الغدا دابا فين كي شنو هما الاهداف المستقبليه ديالكم ان شاء الله صراحه الاهداف كاين بزاف ديال الحوايج من بينهم ان شاء الله هي ندخلوا لدي مارشي دي مارشي جداد ندخلوا لدي مارشي جداد و من بعد ما نزيدو نظبطو الثمن نثبتو ديجا ديجا هبطنا اصلا جوبونس اليوم واقيلا استعاد هبطو الثمن سير انا هبطو الثمن قلت لك ندوزو دي مارشي دي مارشي دي مارشي اخرين كبار و بطبيعة الحال بعد ما واش كتعاونوا الشباب الناس اللي خدامين اللي باغيين يبداو معكم اللي باغي يبدا معنا بطبيعة الحال ضروري كنعاونوهم اول حاجه كنديروها هي وهذه ما عمر زعما شي شركه دارتها جو بونس ما عمر شي شركه غديرها لانه كنشريو 50% ديال السلعه اللي كيجيب هذاك السيلر يعني مثلا بغى يشري مثلا 100 حبه ديال شي برودوي مثلا ديال مثلا نقولوا مشطه ديال الشعر كنشريو ليه حنا 50% ديال هذيك المشطه ديال الشعر يعني كناخذوا معاه واحد الريسك ديال 50% ودابا ولينا لواحد الدرجه اننا ولينا كنديروا حتى 100% غير خاص انت الريزولتس ديال الاتس ديالك وهذا يكون داكشي يعني انت جربتي برودوي يعطيك ريزولت حيت حنا الا جبناه وما خدمش ليك انت راه بالنسبه لينا خساره اوكي الا بغيتي تقول كلمه اخيره للناس اللي كيشوفوك كلمه اخيره نتوما دابا كتعاونوا الدراري بزاف وكتعاونوا الناس اللي بادين معكم كتجيبوا 50% ديال السلعه تقدروا توصلوا 100% ديال السلعه انا نبغيك تعطي شي حاجه للدراري اللي كيتفرجوا في شدة 2.0 منك نتايا كهديه شنو تقدر تعطيهم اي واحد كيتفرج شدة 2.0 ما عليه غير ياخذ واحد الكوبون غيكون في كوبون كود غيكون في الديسكريبشن ديسكريبشن كتدخلوا في واحد البلاصه فاش كتبغي تسجل في سي او دي بارتنر كتقدر تستافد من عوض تخلص $99 في الشهر في البلون البرو كتولي كتخلص غير $70 يعني تخفيض ديال 30 دولار اللي هو 30% داكوغ هذه هي الناس اللي كيتفرجوا شدة 2.0 اها وشنو الكلمه الاخيره اللي بغيت تقول للدراري الكلمه الاخيره ديالي هي انه الواحد ما يستسلمش نيفر جيف اب الواحد يشد في الاحلام ديالو ويحاول يركز في الخدمه ديالو حيت كيبان ليا بزاف كيبقاو يسمع هنا ويسمع هنا ويسمع هنا كيتشتت الو خاصك ديما حاول تركز على خدمتك حاول تركز على داك الهدف اللي عندك وان شاء الله غادي توصل السوق ديال الخليج مقارنه بالسوق ديال المغرب دغيا في الاي كوميرس فرق كبير يعني بنادم شنو خاصو يدير الخليج لا يعلى عليه حتى الا قارنتي حتى مع امريكان مع الخليج كيبقى احسن مارشي تقدر تخدم فيه حاليا وحتى في المستقبل اوبورتونيتي كبيره ياك حيت كاينه الفلوس تما البترول كاين ميتا شكرا لكم الظلام طاح ماشي حتى الظلام كاين واحد الجو شويه كئيب الغيوم سدنا الضو كنتمنى ان يكون هذا الشيء بان مزيان وتكون الرساله وصلت ونكونوا بارطاجينا معكم بزاف ديال الحوايج
الدراري شكرا لكم، شكرا للكريم اللي تكبد على السفر من دبي للمملكه المغربيه باش انه يدوز معنا مره اخرى. غادي نكونوا عند تما ان شاء الله في دبي نصوروا تما. دونك تبارك الله عليكم، حنا في خدمه لي ستارت اب والشركات المغربيه اللي كدير اضافه كيف ما كانت، سواء في الاسواق المغربيه ولا العالميه. حنا راه تعجبنا هذا الشيء هذا، وكنساندوا اي واحد باغي يزيد للقدام، ونتمنوا حتى نتوما تكون سيبورتيو هذا النوع ديال الشركات الناشئه اللي بداو وغاديين باش يكبروا. لما لا يكون عندنا دي ملتي ناسيونال انطلاقا من الشباب ديالنا اللي كاينين في المغرب. شكرا لكم على المشاهده، تهلاو في راسكم. شداد 2.0 حتى انت تكون جديد.